خدي يا بيت، خدي اختك حميها وفليها جوه. يلا يا محمد، يا محمد يا ابن ابو العالي. يا حلاوه بيت العمدي، يا جمال بيت العمدي، يا مياصه بيت العمدي. ما تروحي يا بنت يا سعاد انت ورسمية البيت العمدي تجيبوا لنا حبه مسخره كده وتيجوا. ليه يا اختي؟ هو انا زي غيري؟ ايه الا المسخره والحرمانيه؟ هي الواحده ليها ايه غير سمعه؟ طب اختشي يا بنت انت وهي، فاطمه ما تعملش كده ابدا. اتلمي يا اختي انت وهي، اتلموا. فيه ايه؟ هو انا بقى عشان ساكتالكوا هتفضلوا تدبقوني في الراحه وفي الجايه؟ جرايه يا اختي منك ليه؟ ما تلمي معزك يا اختي، لمي المعزه دي ولمي المعزه دي كمان بدل ما انا اللي المهم لك. ده انتوا ليه دور وراكوا حلاوه وراكوا بلاوي انت التالي؟ جرايه يا اختي، حد داسلك على طرف؟ وهو ده مين يا حبيبتي اللي يقدر يدوسلي على طرف؟ ده نقطع خبره كده من الدنيا قبل ما حتى يفكر يعملها، ولا ايه يا حمدي؟ يا اختي يا بختي من كان العمده. يا اخي يا امك، انا يا اختي اقول لك ايه؟ الجميزة الناشفة انت والعلم وامي. ماشي يلا يا اختي، يلا يلا يا ولد. في ايه؟ ضرب ابوس كده ليه؟ انا قلت زيارتك للاوليه هتفرد لك وشك. ابعد عني يا عثمان ومالكش صالح بي. ده باينك شايله الهم بصحية. ابعد عني السعاد يا عثمان. هو انت هتعرف مالي ولا ايه اللي قلبلي حالي؟ فيه ايه يا وليه؟ مالك؟ ايوه، مش حاسس بالنار اللي جواي، مش حاسس بالسكاكين اللي بتقطع في كبدي. ده باينه بجد. لا، سلامة كبدك يا روح قلبي ونور عيني. الكلام دي من قلبك؟ ايوه طبعا من قلبي، حتما اي كلام بقولهولك بيطلع من قلبي. لا، الكلام دي من ورا قلبك. ايه يعني؟ لا كده نافع ولا كده نافع. يعني انت بتحبني بصحيح؟ فيه ايه يا هبل انت؟ هو احنا لينا غير بعض؟ طب امال انت ليه عايز تتجوز علي؟ شوفي بقى يا حفيظ، عشان نقفل الموال ده وما نرجعش ليه تاني، انت عارفة انت ايه بالنسبة لي؟ ده انت عشرة عمر، ده انت النور اللي اني بشوف بيه، واني وانتي فاهمين بعض كويس قوي، وكل واحد فينا عارف هو عايز ايه من التاني والتاني عايز منه ايه. بصي انا عايزك بقى تفهم الكلام اللي انا هقوله ده وتتمعنني فيه كويس. اني عمري في حياتي عملت حاجة من غير ما اخد مشورتك الاول؟ لا بتشورني وفي كل كبيرة وصغيرة، مش كده؟ ايوه. شفتي بقى؟ يعني حتى الموضوع الحسيس ده اللي هو موضوع جوازي ده، اني وانتي قعدنا اللت ونعجم فيه ايام، ولو سالنا ايتها حد بره مش هيصدق ولا الكلام ده يدخل له عقل، مش كده؟ ايوه يا بنت. اني وانتي فوله واتقسمت نصين، انت نص واني نص، والفوله دي لا يمكن ابدا تبقى تلات انصاص. يا بنت اني بعمل كل ده عشان مصلحتك انتي قبل مصلحتي. مش قادرة يا عثمان، مش قادرة يا راجل. تمام يا حضرة العمدة. فيه يا قال؟ الست اللي اسمها راوية بره وعايزة تقابل حضرتك. ما قالتلكش عايزة ايه؟ قالتلي عايزة ايه؟ عايزاك في حاجة مهمة. طب هو ابهاتها يلا. اتفضلي اتفضلي يا ست راوية. طب اوعى كده وسع من سكتي. العوافي عليكم. يا اهلا اهلا. لو انت فين يا سي العمدة عثمان؟ ده انا قلب عليك الدنيا وبدور عليك من بدري. ليه خير؟ اصلا يا اخويا كنت ماشيه ناحيه دارنا القديمه، شفت الجدع ده اللي اسمه يو
بتاع الطاحونة. آه أبو العيلة كان ماشي هناك طرف البلد، وأنا سامعة يعني إنك بتدور عليه، فقلت أجي أقول لك بنفسي. إحنا متشكرين منك قوي، ألف شكر. طب بالإذن يا سي العمدة عتمان. إذنك معاك يا أخت، ألف سلام. غفير وائل، لم الغفر بالسلاح وحضر الكريتة. أنا خايفة يا محروس، أنا خايفة. خايفة من إيه بس يا منار؟ ما إحنا بنهرب عشان ما نخافش، ما إحنا لو فضلنا هنا هنفضل خايفين. يا محروس، أنا لو سمعت عن واحدة إنها هربت من الكفر مع واحد هغلطها، حتى لو كانت هي بتحبه وهو بيحبه، لأن هي كده هتركب أهلها العار وهتحزنهم عليها كمان. يا منار، وإحنا في إيدينا نعمل إيه بس؟ يعني أبوك وأمك هيقدروا على العمدة؟ قولي لنا يعني، ها؟ مين يعني يقدر يحميني؟ قوليلي. مش عارفة يا محروس، استني راسي من دارة. بس يا مناري، ما تقطعيش قلبي عليكي، بتعيطي ليه بس؟ يا مناري، ما احنا كنا خلاص اتفقنا. يا محروس، أنا بحبك زي نفسي، أكنك نفسي تمام، بس أنا ما أقدرش أهرب وأحزن أهلي علي. يا مناري، أبوك وأمك لما يعرفوا إنك مبسوطة وفرحاني، هما كمان هيبقوا مبسوطين وفرحانين. يلا يا مناري، يلا لحسن قبل ما حد يشوفني. يلا. استنى بس يا محروس، استنى شوي. تحملي معنا شوية والنبي يا خالي، هانت كلها شوية ونخرج برا البلد. ما بلاش تاخدوها معاكم، انت مش حمل بهدلة. أنا خايفة أتعبكم وأعطلكم في الطريق. يا أبوي ما تهمليها يا فاطمة، دي ولية كبيرة مش حمل بهدلة يا بنتي. غصب عني يا شيخ محمود، إحنا مع بعض على الحلوة والمرة. مش عارفة أقول لكم إيه على كل اللي عملتوه معانا، وعلى الهدوم وعلى الزواد اللي اديتهم لنا. ربنا يخليكم يا رب وما يحوجكم أبدا. بلاش أنا يا فاطمة، سيبونا أنا هنا. وده كلام برضك يا خالي، ده كلام، ربنا يهون علينا إن شاء الله. بتقولي إيه يا فاطمة؟ ربنا يهون علينا يا خالي. خلي بالك من نفسك يا فاطمة. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا شيخ محمود، ربنا يخليك لي. مع السلامة يا فاطمة. ادعي لنا يا شيخ محمود، ادعي لنا والنبي انت تعودك مستجابه. الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين يا بنتي. امين يا رب، امين. يلا يا عيال، يلا يا خالي. لا اله الا الله محمد رسول الله. على السلامه.